الاخوان الاخوات واحد الخبر اللي هو زوين وزيد نشاركوا معكم. الاخوان اللي كيقلبوا على عقود عمل او كونترات، كنقول لكم الاخوان وجدوا الباسبور ديالكم ووجدوا السيد اللي يدفع لكم، السيد اللي غادي يكون ثقه غادي يدفع لك وغادي يخرج لك الكونترا، ماشي السيد اللي غادي يدي لك الفلوس ويقول لك تسنى حتى تخرج لك ويبقى يتريقل عليك. فهمتونا الاخوان؟ والاخوان والاخوات اللي كانوا دافعين في ديكريتو فلوسي 2022 2023 اللي كان الكليك داي نهار 27 في شهر 3 وما ساعدهمش الحظ يدخلوا الكوطا، حتى هما راه كاين واحد الخبر اللي هو زوين اللي غادي يفرحهم. ما عليكم الاخوان الا تفرجوا الفيديو حتى الاخر وتبارطاجوا الفيديو مع خوتكم ومع اصحابكم ومع الناس كيهم هاد الامر هذا باش يستافدوا ونستافدوا جميع. والله يسر جميع الاخوان والاخوات. الاخوان والاخوات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده وفي احسن الظروف. وتحيه طيبه لاخواني المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. الاخوان اول مره كيشاهد القناه يدخل يشترك ويدير اعجاب وما تنساش تفعل زر الجرس باش ان شاء الله يوصلك كل جديد. الاخوان باش ما نطولش عليكم في الفيديو وخير الكلام ما قل ودل، الاخوان راه كاين الجديد في ديكريتو فلوسي. بالنسبه للاخوان اللي كيسولوا اشنا هو هذا ديكريتو فلوسي، كنقول لكم الاخوان ديكريتو فلوسي هو واحد القانون ديال العمل اللي كيخول لك تمشي لايطاليا بطريقه شرعيه وقانونيه، يعني عن طريق كونترا او عن طريق عقد عمل باش تمشي باش تخدم في ايطاليا. المهم الاخوان في هذا ديكريتو فلوسي كاينين جوج اخبار اللي هي ساره الاخوان، جوج اخبار اللي هي زوينه وزوينه بزاف. اول خبر الاخوان شحال ديال الناس اللي غادي تمشي لايطاليا في هذا القانون ديال ديكريتو فلوسي. والخبر الثاني الاخوان هما الناس اللي كانوا دافعين في ديكريتو فلوسي 2022 2023 اللي كان الكليك داي ديالو نهار 27 في شهر 3 2023 وما توافقوش يدخلوا الكوطا. الاخوان والاخوات وجدوا الباسبورات ديالكم ووجدوا اللي يدفع لكم، وجدوا السيد اللي غادي يدفع لكم، ما تبقاوش تستناو حتى يفتح القانون وبعد تتقلبوا على الناس اللي غادي يدفعوا لكم. وجدوا حاليا الاخوان. مجلس الوزراء الايطالي برئاسه جورجيا ميلوني وافق مبدئيا على مرسوم كيرخص باش تدخل 452 الف عامل من 833 الف عامل الاخوان. وهذا 452 الف عامل الاخوان قسموها على 3 سنوات، السنه ديال 2023 والسنه ديال 2024 والسنه ديال 2025. 136 الف عامل غادخل في سنه 2023 و151 الف عامل غادخل في سنه 2024 و165 الف عامل غادخل في سنه 2025 الاخوان. بعض الاخوان غادي يقولوا لي يلا كان القانون في 2023، كنقول لكم الاخوان لا، هذاك الاخوان القانون ديال 2022 ديكريتو فلوسي ديال 2022 غير الكليك داي اللي كان في 2023، يعني كان في 27 شهر 3 2023 وفين كان الكليك داي. مثلا القانون ديال 2023 يقدروا يحطوه تحت الاواخر ديال 2023 ويقولوا لكم ديروا لي كليك داي في الاشهر الاولى من سنه 2024. وكاين الاخوان حتى عقود عمل موسميه اللي غادي يخصوا حصص اكبر لبعض الدول كمصر وتونس والجزائر والمغرب باش تحبس المهاجرين غير الشرعيين باش ما ينطلقوش باش ما يمشيوش بطريقه غير شرعيه. وبالنسبه للاخوان اللي كانوا دفعوا نهار 27 في شهر 3 غادي يزيدوا 40000 كونترا لدوك الناس اللي ما دخلوش الكوطا، غادي يدخلوا 40000 وغادي يقسموها على جميع العمالات الاخوان. المهم الاخوان في هذا القانون اللي صادق عليه مجلس الوزراء برئاسه جورجيا ميلوني راهم زادوا بعض القطاعات الاخوان مثل الكولف والبادانتي والالكتريشيست والدراوليك داكشي الاخوان ديال الماء للناس اللي كيصاوبوا الماء والناس اللي كيصاوبوا الضوء وداكشي ديال الالكتريشيست تريشيانات والكولف والبادانتي، الناس كيخدموا في البيوت وكيخدموا في المنازل والناس اللي كيقابلوا يعني دوك الرعايه ديال المشينين دوك الناس اللي كيقابلوا دوك العيالات ولا دوك النصارى اللي هما كبار في السن حتى هما راه عندهم الحصه ديالهم. المهم الاخوان قلبوا على اللي يدفع لكم وحتى لهاد الحد هذا الاخوان خليتكم الراحه وتهلاو فرشكم الاخوان.